بشر نادي أمل الأربعاء تربصه التحضيري بمدينة أشلف تحسب لانطلاق الموسم الكروي الجديد، أين عرفت بداية التربص مشاركة جميع اللاعبين الجدد الذين استخدمهم الفريق تحت قيادة المدرب مراد كعروف الذي يسعى رفقة الأمل للعودة إلى حظيرة الكبار. فريق أمل الأربعاء غني عن التعريف بلا من نحكوا عليه بزاف. أنا جيت لهنا نظرا للثقة اللي دارتها فيا إدارة أمل الأربعاء، وإن شاء الله نشرف هذا القميص، إن شاء الله نكون عند حسن ظن الإدارة وجمهور الكبير لأمل الأربعاء إن شاء الله. يعني إدارة وضعت فينا ثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن نتاعها. كونسيرنون لو ستاج هذا راهو يجوز في ظروف مليحه الحمد لله. انا في دوزيام جور تاع بريباراسيون اليوم، يمكن كاين بيكوتيديان الحمد لله، راهو يجوز في ظروف مليحه ان شاء الله، وان شاء الله نتوفقوا في هذا الستاج اللي ما راحش يكون ساهل علينا كما رانا عارفين كامل، مي باذن الله راح تكون النتيجه ونخرجوا بريزيطا في فان دي ستاج هذا.